مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. أصدرت أسرة الرئيس المعزول محمد مرسي بيانا للمؤسسات الحقوقية والهيئات في العالم العربي والإسلامي للتحرك العاجل في ظل الأنباء الواردة المتعلقة بسوء الحالة الصحية للرئيس المعتقل منذ عام 2013. وحمل أحمد نجل مرسي في البيان الذي نشره على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حمل النظام أو نظام السيسي المسؤولية الكاملة عن حياة والده. وكان كريسبن بلانت رئيس الهيئة البرلمانية البريطانية المكلفة بالتحقيق في ظروف اعتقال مرسي قد أكد للجزيرة مباشر أن اللجنة حصلت على أدلة جديدة تؤكد تعمد الحكومة المصرية سوء معاملة مرسي، محذرا من وفاته جراء سوء الرعاية الصحية والمعاملة الوحشية وغير الإنسانية التي يتعرض لها. السيد كريسبن، لماذا تعتقد بأن حياة محمد مرسي مهددة في السجن؟ قمنا بتشكيل لجنة استجابة لطلب من عائلة الدكتور محمد مرسي لدراسة ظروف اعتقاله، وتضم عضوية تلك اللجنة الطبيب العام الدكتور بول ويليامز، وهو أيضا عضو برلمان عن حزب العمال، وقام باستعراض كل الأدلة الطبية المتاحة، والتقى مع أشخاص عالجوا الدكتور محمد مرسي في السابق لكي يتمكن من رسم أوضح صورة ممكنة بدون أن يحظى بفرصة زيارته والتحدث إليه وفحصه من أجل تحديد الحالات المحتملة التي يعاني منها. ولدينا أيضا إفادات دكتور مرسي من محاكماته في نوفمبر 2007 حول تطور حالته الصحية وحول الظروف التي يقبع فيها، واتفق مع العضوين الآخرين في اللجنة بأن أنه من المحتمل بأن عدم توفر العلاج الطبي سيؤدي إلى وفاته المبكرة. حاولتم التواصل مع السلطات المصرية لزيارة الدكتور مرسي، هل تعتقدون بأن هذه الخطوة من التي تمثل في صياغة هذا التقرير ستفيدكم في هذه المسألة؟ في الواقع إن سجل السلطات المصرية من عدم السماح لفحص السجناء لا يجعلنا واثقين من أنهم سيوافقون على طلبنا، ولكن من الأهمية بمكان أن نمنحهم هذه الفرصة. وإن تغيرت السياسات أعتقد بأن لجنتنا قد منحتهم الفرصة، إما ليقولوا بأن الحالة ليست كما نصفها وبعدها يمكنهم أن يثبتوا لنا عكس ذلك، أو أنهم يعالجون الحالة بأنهم لا يحققون المعايير المصرية والدولية للمساجين العاديين، وبالتأكيد هذا رئيس سابق لمصر، ولكن حتى المعايير العادية للسجناء العاديين، وبأنهم سيعالجون تلك الظروف. هذه بعض الصور المختصرة عن وضعية صحة الرئيس مرسي بعيون بريطانية كما سمعتم. وللتعليق على هذا الموضوع انضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة الأستاذ محمد الدماطي، عضو هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسي. وينضم إلينا أيضا من القاهرة عبر سكايب الكاتب الصحفي الأستاذ منير، مرحبا. وينضم إلينا أيضا من القاهرة عبر الهاتف اللواء مجدي الشاهد مساعد وزير الداخلية الأسبق. مرحبا بضيوف الكرام. أبدأ بالأستاذ الدماطي المحامي. سوء الحالة الصحية للرئيس المرسي المعتقل المسجون تسوء، والأسرة تقول علنا بأن الوضعية خطرة وتحمل الرئيس السيسي، تحمل الداخلية، تحمل أيضا رجل الظل في مصر. أنت الحقوقي المحامي، كيف هي الصحة الحقيقية؟ ما الأخبار عندك أستاذ؟ لأول مرة من حوالي 5 أشهر يشكو الرئيس محمد مرسي للمحكمة التي يحاكم أمامها من سوء حالته الصحية ومن أن هناك أخطارا تتهدد صحته. يعني مضى أكثر من 3 سنوات على حبس الدكتور محمد مرسي ولم يشكو فيها مرة واحدة، لكن منذ 5 أشهر بدأ يشكو للمحكمة، والمحكمة قامت بتشكيل لجنة طبية من الضباط المحسوبين طبعا على الأجهزة الأمنية، وقرروا عرضه على
الخارج على مركز طبي خارج محبسه، لكن يبدو أن هذا الأمر لم يتحقق بزعم أن الدواعي الأمنية لم تسمح بهذا الأمر. نعم. والدكتور محمد مرسي لا يشكو من فراغ. يعني عندما يشكو الدكتور محمد مرسي لابد أن نتأكد أن هناك خطورة على حالته الصحية. نعم. والأمر الآخر الذي أريد أن أتناوله هو أن هيئة الدفاع منقطعة الصلة عنه تماما، لأن الدكتور محمد مرسي يوضع في قفص داخل القفص الكبير. يعني هناك قفص لجميع المتهمين الشرطاء، داخل هذا القفص يوجد قفص للدكتور محمد مرسي. نعم. أستاذ أننا لا نراه ولا يرانا. أستاذ محمد، يعني أستاذ محمد طبعا. نعم. سأتي إلى التفاصيل. ذكرت قضايا ثلاثة أساسية. صحة الرئيس إذن في وضع خطير جدا جدا. البريطانيون دقوا ناقوس الخطر، أسرته دقت ناقوس الخطر. ما هو المطلوب؟ هل يصل هذا النداء، ما قاله البريطانيون، البرلمان البريطاني، يصل إلى الرئيس المصري، يصل إلى حقوق الإنسان؟ هل من مخرج لهذا الرئيس الشرعي الذي يعاني خطورة وربما حياته في خطر؟ يعني أنا رأيي طبعا أن الخطوة التي بادرت بها اللجنة البرلمانية البريطانية خطوة جيدة، لكن أعتقد أننا في حاجة ماسة إلى منظمات كثيرة لتطرق باب السلطة المصرية، لأن السلطة المصرية أحيانا تعتقد أن هذا الأمر يعد تدخل في السيادة المصرية. نعم. وهذا أمر غير صحيح على وجه الإطلاق، لأن المنظمات الحقوقية وعندما تطرق هذا الباب تطرق باب السلطة المصرية من أجل هذه العهود والمواثيق الدولية اللي موقع عليها مصر ان يعني عدم انتهاكات. لكن مصر ليست ملتزمة، وقعت وتوقع ولكن ليست ملتزمة. ما هو الحل المستعجل في وضعية صحية خطيرة حقوقيا في تقديرك استاذ؟ يعني الحل ان اللجنة البريطانية ان رفض طلبها عليها ان ترفع هذا الامر الى المجلس القومي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة. ماذا سيفعل مجلس الحقوق؟ ماذا سيفعل؟ ماذا يمكنه أن يفعل؟ يعني عندما يعني يقوم هذا المجلس، وهو منظمة أممية لها تقديرها واحترامها، عندما تطرق باب السلطات المصرية أعتقد أنه من الممكن أن يستجاب لهذا المطلب. نعم. ربما كنت سأسألك، هل يحتاج الأمر إلى تدخل عربي، إلى زعيم عربي؟ ويبدو أن الرؤساء والزعماء العرب مشغولون به. أريد أن أسألك عن القفص الكبير لرئيس كبير، ماذا يعني هذا في حقوق السجين، في المواثيق الدولية، في المواثيق المصرية؟ حق السجين أليس من حق الرئيس أن يزار؟ لا. أن يسمع؟ نعم. هو بطبيعة الحال هو إهدار للقانون، قانون السجون المصرية نفسه. يعني هناك إهدار، يعني احنا لا نريد أن نعامل معاملة كما كان يعامل بها مبارك المخلوع عندما كان يحمل على السرير ويدخل إلى المحكمة ممددا على السرير، ولا نريد أن يوضع في مستشفى خاص كما كان يوضع مبارك المخلوع، لكن نريد فقط من السلطات المصرية والأجهزة الأمنية تحديدا التي تحيط بالرئيس محمد مرسي أن تطبق قانون السجون المصرية. نعم. قانون السجون المصرية يتيح له أولا زيارة أهله وزويه، علشان كده إحنا رافعين دعوة أمام القضاء الإداري على أساس تمكننا من الزيارة. ما جدوى هذه الدعوة أمام القضاء المصري أو كذا، وكله تحت إمرة الرئيس السيسي أليس كذلك؟ لا، أنا لا أستطيع أن أقول هذا على إطلاقه. صحيح. إحنا رافعين الدعوة أمام القضاء الإداري، وعلى أمل كبير أن القضاء الإداري يلغي القرار. على أمل السلبي. على أمل أستاذ محمد. أريد أن أسألك سؤال أخير أرجو المعذرة. يعني عادة في مثل هذه المواقف قد لا ينفع الحقوقيون وقد لا ينفع الكثير من الناس تدخل زعيم سياسي عربي مع الرئيس السيسي مباشرة يمكن أن يحل. هل من إمكانية؟ لماذا لا تفعل السعودية ذلك؟ الإمارات ذلك؟ لماذا لا تفعل دول عربية في المغرب العربي، في المشرق العربي؟ أم أن الأمر مختلف لأنه رئيس شرعي؟ بصراحة شديدة. نعم. أن هذه الأنظمة
هي التي أفشلت الربيع العربي، وهي التي يعني وبالتالي لا يمكن إطلاقا أن تتدخل لإنقاذ الدكتور محمد مرسي باعتباره رمزا للثورة المصرية ورمزا للربيع العربي. بالتالي لا يمكن إطلاقا، لأن احنا اللي احنا بنشوفه ده نوع من الثأر أو التشفي أو الانتقام من ثورات الربيع العربي. وبالتالي هذه الأنظمة التي تشير إليها هي التي ساعدت ومولت يعني هذه الانقلابات في كافة الدول التي قامت فيها هذه الثورات. شكرا جزيلا لك استاذ محمد الدماطي، معذرة على المقاطعة. محمد الدماطي عضو هيئة الدفاع عن الرئيس المصري المعزول والمسجون. سيد اللواء مجدي شاهد مساعد وزير الداخلية الأسبق، يعني هذه الحالة فيها الكثير من الإنسانية، المصريون عاطفيون تجاه الكثير من المسائل، ألا يمكن أن يتجاوز النظام المصري هذه الشحنة مع هذا الرئيس؟ يعني هناك شخص يعاني في حالة خطر. الأول أؤكد على ضرورة عدم المقاطعة كما تم مع ضيفك السابق، فأرجو عدم المقاطعة. لا ليست مقاطعة حتى سيد اللواء، ليست مقاطعة، اسمح لي، لا تكمل كاملة. لا تكمل حتى أكمل إذا سمحت. أنا لا أقاطع، أتدخل كي أستفيد وأثير ضيفي، هذه تقنيات أنا أعملها. إذا كنت تريد أن تسحب كلامك وتقول وتنصرف هذا شأنك، تفضل. أنا هتكلم على كل النقاط وأغطي ما أسمعه من مغالطات كالمعتاد ومن هرج ومن قصص لا ترقى إلى حد القصص الفنية أو التقنية. أولا موجود سجن، السجن اللي موجود فيه الرئيس السابق المعزول المحبوس والمسجون على ذمة قضايا، حتى الآن هناك مستشفيات بداخل هذا السجن، وقد أقيمت وفقا لرواية الرئيس المعزول مرسي أنه تم تجهيزه على أعلى مستوى لمتابعة حالة الرئيس المتنحي حسني مبارك. ومع ذلك مع الإشادة من ذات الشخص أسمع اليوم أراء مغايرة. اثنين، أسمع أنه لجنة شكلت بناء على قرار من مين؟ من نجل السجين يخاطب هل سيد مساعد وزير الداخلية، هل تسمح لي بأن أسألك؟ هل تسمح لي؟ أرجو المعذرة. سمعت سيد مساعد وزير الداخلية، أرجو أن تسمعني. سمعت ما قاله البرلمان البريطاني. البرلمان البريطاني قال الكثير، والفضل ما شهدت به الأعداء. نعم تفضل. اللجنة لا يتم تشكيلها بناء على قرار من نجل سجين، ولكن اللجنة يجب أن تشكل بناء على قرار من مجلس النواب العمومي البريطاني الذي نفى ذلك تماما ونفى رسميا ما ذكر عن لسان ضيفك أو عن لسان نجل المحبوس أو المسجون. أرجو من الزملاء، أرجو سيد مساعد وزير داخلية، سيد مساعد وزير داخلية، سيد اللواء، سيد اللواء، سيد انت بنسمع عن نجل بيشكل لجان. هل تحب أن أعيد لك النواحي الإنسانية سيد اللواء؟ الرئيس المتنحي سيد اللواء، هل تريد أن أعيد لك شريط الحوار؟ يصر على قدومه داخل القفص وهو على سيارة إسعاف ويحمل بطائرة، واليوم نسمع أنه يتم تشكيل لجنة بناء على طلب من نجل مساجين، يطلب لجنة من بريطانيا، ثم يتزرعوا ويقولوا خوفا على صحته. آسف، خوفا على صحته دي بتتحط زي الشخص اللي بيقول لك اختفى قسريا، اعمل له محضر من باب الاحتياط، محدش ضمن عمره. اعمل من دلوقتي نداء خوفا على حياته. من مين؟ نجله اللي بيصرح وكأنه طبيب وكأن المحامي طبيب، لا يقدروا يستدعوا اطباء من الخارج الى داخل السجون. هل توافقون على اطباء من الخارج؟ سيد مساعد وزير الداخليه، يا سيد اللواء، هل توافق الحكومه المصريه على اطباء؟ وارجو
أن تسجل هذه الشهادة الآن عليها، هل يوافقون؟ هل أنت متأكد من أن الحكومة المصرية ستوافق على مرور الصليب الدولي حتى لا أقول هلال أحمر عربي؟ مين اللي قال أن الحكومة ليها اليد في الموضوع؟ النائب العام المحامي بتاعك قال أنا هلجأ للقضاء الإداري، يعني مسموح له أنه يلجأ، وقال لك أحصل على حكم، يعني واثق أن في قضاء عادل. لماذا لم يتقدم سيد اللواء؟ سيد اللواء أرجو أن تبقى معي. سيد اللواء سأعود إليك باستقدام لجنة رسمية من وزارة الصحة إلى داخل المستشفى. ضيفي العزيز، ضيفي العزيز، يتقدم بهذا الطلب سيد اللواء إذا كان واثق في دعواه وأنه هيلجأ لمجلس الدولة. سيد اللواء أي أنه يزعم وفقا لرؤيته أن هناك قضاء عادل، فلماذا لم يتقدم؟ أرجو أن تبقى معي سيد اللواء. سيد اللواء تعليمات من الحكومة للنائب العام. سيد اللواء يا أخي أعطيني فرصة أسأل قراره. سيد اللواء أعطيني فرصة، أنا مسير هذا الكلام، اسمعني أرجوك. أستاذ ينضم إلينا الكاتب الصحفي الأستاذ منير. أستاذ منير، أنت كاتب صحفي ساخر معروف، ولكنك تذهب إلى الحقيقة. ما حقيقة ما قاله السيد اللواء؟ وما حقيقة ما يجري للرئيس؟ أليس صحته في خطر؟ ألم يقول البرلمان البريطاني ذلك؟ ألم تقل أسرته إن الرئيس مرسي صحته في خطر؟ أنا بس اسمي محمد منير عشان السيد اللواء يبقى متأكد من اسمي كامل. اسمي محمد منير والصحفي موجود في مصر. نخاف عليك يعني أستاذ محمد. أستاذ محمد نخاف عليك. أنا ربنا هو الحارس مش سيادة اللواء. ما علي. أنا بس عاوز أقول لحضرتك حاجة. أنا لن أتحدث في جدول حبس الرئيس محمد مرسي ولا في المدلولات السياسية ولا هذه أمور لها نقاش في مكان آخر. وقد أكون مختلف أنا مع الرئيس محمد مرسي سياسيا، نعم، أكون مختلف معه فكريا، ولكن هناك قواعد للتعامل مع المختلفين. عندما قام حركة ضباط يوليو 52 لم يسجنوا الملك فاروق ولم يكن منتخبا ولم يكن رئيسا وآخره، لكن هذا النظام يتخلص من معارضينه اتباعا بالأولويات، يعني بيبتدي مع أنه هو من يراه أخطر عليه وبينزل تباعا، وإحنا شايفين هذا التسلسل من 2011 لحد النهاردة. بدأ وبأسف من 2013 بدأ بالخطورة مع الإخوان، ثم القوى المدنية، ثم سجن الشباب، ثم التعتيم، ثم فصل الصحفيين وإلى آخره. نعم. ولكن نعم. سيادة اللواء لماذا يصر على أن نأخذ كلامه حقيقة ومسلمات؟ لأن يعني سيادة اللواء بيقول كلام أنا مش مطالب أن أصدقه. ما هو قبل كده خد هيئة حقوق إنسان وصورونا أكل السجون كأنه في الريتز كارلتون، يعني كانت صور موجودة. نعم. وقال لك هذه هي السجون. أنا مش محتاج المصريين يا سيادة اللواء عايشين في وسط هذا المجتمع، يعني مش محتاجين أدلة للإثبات أو للنفي. أنت كنت تتحدث عن حقوق السجين وبتقول أن الحقوق دي متاحة. لا، هناك سوابق خلينا نخاف ونقول لا مش متاحة. أفكرك مهدي عاكف الذي سجن وهو شيخ، وكل الاتجاهات حتى المعارضة له استجارت وناشدت الحكومة المصرية بالإفراج على مهدي عاكف، شيخ عجوز مسن مريض بأمراض خطيرة، حتى مات داخل السجن، وادعوا أنه مات في مستشفى ونقل وهو يحتضر إلى مستشفى. أين؟ أنا عندي سابقة هي بتقول إيه؟ أن التسلسل اللي بيحصل مع محمد مرسي سبق وأن حدث مع مهدي عاكف. اتنين، أنا مدهش سيادة اللواء مستغرب أن لجنة تشكل بناء على طلب ابنه. ده ابنه هو الوحيد الذي له الحق في أنه يطلب هذه اللجنة، ده حق أصيل، ويقول أن اللجنة تتكون من هيئة بريطانية وليس ابنه. ليه؟ إزاي؟ اما مين اللي هيتابع صحه ابوه؟ دي علاقه طبيعيه، يعني هو مندهش ازاي بيعتبر ان دي حاجه غريبه ان ابنه يطلب لجنه لمتابعه صحه ابوه. احنا قصاد نظام سوابقه في هذا الامر
تجعلنا في حالة ارتياب دائم، ومن حق ابن محمد مرسي أن يتابع صحة أبوه وأن يحذر وأن يسعى لإنقاذه. نعم. امور متوقعه. استاذ محمد، استاذ محمد، يعني اسره المحامون، الاسره يعني اشارت وحملت المسؤوليه للرئيس السيسي، وزير الداخليه، ولظل الرئيس. هل انت مع هذا التحميل لهذه المسؤوليه؟ من المسؤول؟ دعنا، اريد ان اسالك، من المسؤول عن حياه الرئيس ونقوص الخطر يدق كما تقول؟ الدوله ورئيس الدوله هو المسؤول. يعني رئيس الدولة طبيعي هو أكبر رأس في هذه الدولة، مسؤول مسؤولية كاملة عن دولة، لأنه يعني دي قواعد مجردة عن المتغيرات السياسية. فإذا تخيلت أن حدث انقلاب على الرئيس الحالي، هل من حق الانقلاب أن يضع الرئيس الحالي في نفس موضع الرئيس السابق؟ ما ينفعش. ده رئيس الدولة مسؤول مسؤولية كاملة، لأن دي حقوق ملهاش علاقة بالخلاف السياسي. هو مسؤول، وكل نظام الدولة مسؤول، وكل وزراء المعنيين. أستاذ محمد، في نصف دقيقة، سيد اللواء كان يقول بأن الرئيس المخلوع مبارك كان يعامل كما يعامل السيسي في المستشفى، ما حقيقة ذلك؟ قصدك كان عمل مرسي مش السيسي يعني. محمد مرسي، عفوا، محمد مرسي مع حسني مبارك المخلوع. لا طبعا، لم يحدث هذا الامر اطلاقا. الرئيس حسني مبارك كان السابق او الاسبق كان يعامل معامله من داخل نظامه، لان يعني النظام ممتد من 2011 لم يتغير. الدولة العميقة كانت ما هي اللي بتدير الموضوع الأمر كله، وكان حسني مبارك في السجون. الملخص النهائي للكلمة واحدة، أنه كان بيحضر من الثورة داخل السجن، وما كانش مسجون عقوبة، ولكن حماية له وتمهيد للقضاء على هذه الثورة وعودة النظام مرة أخرى، مش بالضرورة بقيادة حسني مبارك، ولكن حسني مبارك من هذا النظام تم حمايته داخل السجون. شكرا جزيلا لك الكاتب والصحفي الأستاذ محمد منير من القاهرة، والشكر أيضا موصول لسيد اللواء مجدي الشاهد مساعد وزير الداخلية. مشاهدينا الكرام، المسائية مستمرة، وبعد قليل نتابع من غزة الاستعدادات لمسيرة العودة الكبرى، ابقوا معنا.